ما شفناش طريقة مميزة لكلا الفريقين. اوه خطيرة خطيرة جدا خطيرة. اوه اوه اول الاهداف اول الاهداف يا كورة يا كورة اول الاهداف اول الاهداف لرقم 18 يا كورة خطيرة. خطأ قاتل عدادي توفيق عدادي توفيق عدادي توفيق في البداية في البداية الضغط هي بيني وبينكم فيها شيء من الرعونة فيها شيء من الرعونة من خط الظهر الضغط على حارس المرمى راشد علي. شوف رجعت ازاي رجعت بالراحة بالراحة دي عايزة قوة عايزة قوة وانقض عليها عدادي زي الأسد زي الأسد انقض عليها عدادي يا كورة أول الأهداف مع أول الأخطاء اللي تأتي من خط ظهر نادي الوحدة زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا كثرت علينا. وليد الأريجي يلعب العرضية خطيرة خطيرة جميلة يا ولد جول 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 الثاني يا كورة حلوة الكورة حلوة الكورة جميلة جميلة العرضية شخريط محمد لامين وجاسمي أحمد الهدف الثاني الهدف الثاني وعلى مرتين وفي لحظة ما كله بيلم أوراقه وفي لحظة ما كله بيستعد العرضية جميلة. قلت لحضراتكم ان طبعا شخريط محمد لامين نشيط للغايه لكن المره دي وليد 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 فيها رايه ولا ما فيهاش فيها رايه ولا ما فيهاش اعتقد اعتقد سليمه 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 سليمه. راشد علي وقعت الكوره وقعت الكوره وليد عريجي يلعب العرضيه ومن اول لمسه يصدها الحارس من تاني لمسه يسجل على طول يسجل على طول وليد العريجي